مبروك. الله يبارك. مبروك يا ابو عبد الله، مبروك يا صاحب الوفي والشريك الوافي. الله يجزاك خير، الله يوفق ذا الوجه ويسعدك وحياتك بالمسرات. والنشامة ذولي جوك من كل ديرة، غازي جايك من الرياض، وسعيد جايك من ام الدوم، وبا خطيب جايك من جدة. وين طلال؟ طلال جايك من خميس مشيخ. والله انكم هم هم كلكم صدري وضيقكم صدري جميع حارس. انا يا بدر بادي حالات ليالك السرور، هلا بزعيم الشعر والمرجله. ما عليك، شلونك يا ابو فيصل؟ خير، بشرنا عنك. كل شيء تمام. ايش اخبارك طال عمرك؟ تمام ابشر. والله يحييك، متشرفين بشوفتك. الله يحفظك. ترى بيننا وعد لا يروح باذن الله ان شاء الله. وهذا الرجال محمد با خطيب ترى دائما يسرق ابيات. ما في ولا بيت الا عطيته فيك. عطيته في العتمان، يعني تسرق ابيات شعر العتيبي وتحطه في العتمان. سكيننا ما تاكلنا يا اسلام. السكين ما قد اكل شيء. والله يا العاز منك انا ما اسمه سرق، ترى ما يجوز يحق. هذه سرقه بيضه، يحق للمطوع ما لا يحق لغيره. بس ما يحق لي اسرق. الناس كلها سرقت، الفحول كلهم سرقوا شعارك. شعرك تقول عندك شهاده روح المحكمه اشكيهم. لا لا بفكر من المشاكل ما نبغى. يا هلا يا ابو حامد، هلا هلا بالشيخ. شلونك طال عمرك؟ يا هلا والله كنا طالعين من مباراة. هلا ابو شوق، تعبانين الشباب كلهم. هلا يا ابو ترف، علي الطلاق انك مطنوخ ورفيقك رفيق الروح مطنوخ مثلك. هلا هلا مهندس فارس، هلا بالضغط العالي. هذا المطعم يا جماعه الخير ما له شهر في الطائف، تو فاتح، والمطعم الشباب سعوديين. والله ما اخذت ولا ريال، ولكن قلت لهم اجرب الاكل وبعدين ان شاء الله اذا كان المطعم مناسب لنا ننزل ان شاء الله اسم المطعم عشان الناس يزورونه. اللي ما نرضى على انفسنا ما نرضى على الناس. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعطيكم العافيه وما شاء الله اكلكم لذيذ. والله تستاهلون من ينزل اسم المطعم. يا جماعه ذولي اخوان اثنين قرشان، والله سبعه انعام. الله يوفقكم يسهل لكم اموركم. المطعم اسمه سوتشر، والمطعم لذيذ العشاق ستيك، مره لذيذ المطعم صراحه، شيء مشرف انه في الطايف. الله يوفقكم ان شاء الله جيد. استمروا على هذا المنهاج وابشروا انه بيجيكم. الله يحييكم ويسعدكم. وجودك السار غازي كانت اضافه جميله ورائعه وكوكبه، يعني تسلم. كنت شخص اضافه لهذا المكان. تسلم يا ابوي. تنتظر المتابعين الكرام في مجمع بني على بلازا شارع جبره سوتشر سموك داوس. الله يوفقكم. Let's go!